انتخابات مبكرة ستشهد صراعا، يعني لن تكون هنالك انتخابات مبكرة، إنما سيكون هنالك صراع على الانتخابات المبكرة بين رافض ومعين، وبالتالي الصيف لم ينتهي إلى الآن، وهنالك أطراف كثيرة ممكن بأي لحظة تصنع الفارق الاجتماعي والسياسي، ويعني بشكل أو بآخر طيب. الصراع المعلن سيظهر صراع الإطار العلن بالوقت القريب على الأقل. نعم.